تفضل ابراهيم. شكرا لك يا ابو عزيز. بس بشكل سريع عشان الوقت. بشكل سريع بس أيه اول شيء انا اعجبني صراحه البدايه اللي بدأها بالاستاذ عصام عادل عصام الدين وهي شفت حقيقة حتى بدأت تلخبط. ليش؟ عصام عادل كلمنا اللي لعب فينا احنا. لا انا لخبطتكم دخلت. لا 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 انا قلت استاذ ابو لما ابو لما ابو لما ابو لما ابو لما ابو لما اسمع ضيعتها. هو بدأ بشيء مهم وانا حقيقة أشيدها على هذا الشيء لأنه تذكرنا في الحلقة قبل أسبوعين تكلمت عن هذا الشيء اللي هو تحليل العناصر والمستوى طيب. والمهارة للاعبين يسبق الكلام عن التكتيك لأن حلو. إحنا حقيقة أعطينا التكتيك كل شيء إيه؟ وأنا ضربت لك مثال بمدربين وضربت مثال حتى بمدرب المنتخب السعودي لما 94 إيه؟ كارلوس ألبرتو بيريرا فاز بكأس العالم حلو. وفي عام 98 أخفق في ثاني مباراة مع المنتخب السعودي لأن العناصر هي الأهم في كرة القدم لذلك احنا نعطي تكتيك ونعطي المدربين أكثر من يعني من حجمهم في قضية كرة القدم. لما نتكلم عن فريق أو المباراة اللي أمس حقيقة أنه الكلام اللي طرح أنا أتفق معه كثيرا في قضية أنه رغبة والقوة والأداء النصراوي كان أفضل ما في شك هذا لكن المشكلة اللي كانت في الهلال أكبر مشكلة كانت على مستوى الأداء الفردي أكثر من أنه مشكلة مثلا التكتيك. يعني أنا مثال اللي أنا أعرفه في كرة القدم واللي تعلمناه أنه اللاعب في أي مكان لا يختلف لا مهارته ولا استلامه ولا التسليم ولا التحرك هذا ما يختلف. لو تجيب رأس الحربة وتحطه ظهير هو بيستلم الكرة نفس ما يستلمها هناك المشكلة مين في هذا الشيء. لكن لما يكون عندك مثال بسيط في الشوط الأول لنادي الهلال أول 30 دقيقة معلش أخوي عبد الرحمن أول 30 دقيقة الهلال ما قدر يطلع من ملعبه طلوع حقيقي. السبب إيش؟ أنه كان أغلب الكرات تسليم خاطئ في الآوت. أنا اليوم أحصيتها 42 كرة في الآوت للخصم أو أنها كرة تعتبر ميتة. وش السبب في هذا الشيء؟ السبب أنه أداء لاعبي النصر حقيقة في كل لاعب هلال تجد 3-2 لاعبين نصراويين ضغط حقيقي بمعنى الكلمة ما استطاع الفريق الهلالي لاعبين الهلال ما استطاع أنهم يتخلصوا من هذا الضغط اللي كان يحتاج أحيانا لعب كرة طويلة ويحتاج إلى تكتيك كروي معين. أنا اللي تكلمت في الحلقة قبل أسبوعين وش قلت؟ قلت الهلال يفتقد إلى عناصر الاستحواذ تكلموا عنهم الأخوان هنا عبد الله عطيف سلمان الفرج لما تتكلم مثلا في عموري تتكلم عن نواف العابد هذه اللاعبين اللي فقدهم الهلال. وقلت انا هذا الكلام وزعل علي بعض الجمهور الهلالي كيف انك تتكلم موجودين العناصر. لا الهلال ما يملك الان عناصر الاستحواذ الحقيقي وفصلنا في عنصر الاستحواذ اللاعب المتحرك بدون كره اللاعب الذكي اللاعب اللي يلعب الكره من لمسه واحده واللاعب اللي يشكل مع زملائه مثلثات. الهلال حاليا انا ما احب اني اتكلم عن الاجهاد لأنه اللي حصل أمس ما صنفه يعني قضية أنه إجهاد بشكل كبير بقدر ما هو حقيقة سوء في الأداء بسبب أنه الضغط اللي ما استطاع يتخلص منه الهلال. مباراة كانت قوية استحق النصر فيها الفوز حلو يستاهل النصر.